بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتوقع ان النهارده الطقس هيكون شديد الحراره راتب على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون معتدل الحراره على السواحل الشماليه. بالليل الجو هيكون مائل للحراره راتب على كافه الانحاء. مزيد من التفاصيل عن حاله الجو تنضم معنا هاتفيا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك. عايزين حضرتك تطمنينا عن حاله الجو خلال الويك اند طبعا، وهل هيفضل ارتفاع درجات الحراره بالشكل ده اللي ظاهر بقاله كام يوم علينا، ما خاصه يعني ان مستوى الرطوبه مرتفع بشكل كبير؟ بالفعل احنا بنشهد طبعا ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، لكن هي بتكون حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه مع امتداد منخفض الهند الموسمي اللي مع كتل هوائيه اغلبها قادمه من على البحر المتوسط. دايما ارتفاع نسب الرطوبه هو اللي بيحسسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. اليوم متوقع طبعا العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه، مع ارتفاع نسب الرطوبه المحسوسه هتكون ما بين 38 و 39 درجه مئويه. متوقع كمان يوم الجمعه القادمه تكون العظمى على القاهره الكبرى 37 درجه مئويه، فهيكون في ارتفاع اخر في درجات الحراره مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه، في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. العوامل دي كلها تجعل احساسنا بالطقس خلال فتره النهار طقس شديد الحراره راتب على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ايضا محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. اما الاجواء بتكون على سواحلنا الشماليه هي اجواء حاره راتبه خلال فتره النهار. خلال فترات الليل ايضا هنشعر بارتفاع درجات الحراره بسبب ارتفاع نسب الرطوبه، والاجواء بتكون اجواء مائله للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه خلال فترات الليل، خاصه كمان ان نشاط الرياح اللي موجود خلال هذه الايام هو نشاط رياح نسبي بنحس بيه فقط خلال فتره المساء بعد ساعات المغرب، لكن خلال فتره الليل مش بيكون في نشاط للرياح، فبالتالي بنحس اكثر بارتفاع درجات الحراره وارتفاع نسب الرطوبه. بالاضافه كمان هتستمر تكون شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشماليه، مدن القناه، وبتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكنها تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا على الساعه 6 صباحا هتبدا الشبوره المائيه في التلاشي، وزي ما قلنا الاجواء دي متوقع تستمر معانا. صحيح يا دكتور، احنا حضرتك يمكن كنت بتقولي قبل كده ان الاجواء دي مستمره معانا لنهايه الاسبوع، واحنا خلاص تقريبا احنا داخلين على شهر اغسطس، وده شهر خاص بذروه فصل الصيف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلينا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 36، الصغرى 25، اسكندريه 33، 24، مطروح 30، 22، سيوه 39، 21، بورسعيد 34، 24، دمياط 33، 24، اسماعيليه 38، 23، السويس 36، 23، العريش 34، 24، طابا 36، 26، كاترين 33، 19، شرم الشيخ 38، 28، الغردقه 37، 27، الفيوم 37، 24، بني سويف 37، 24، المنيا 38، 24، اسيوط 38، 24، سوهاج 39، 25، قنا 41، 25، الاقصر 41، 27، أسوان 42، 28، الوادي الجديد 41، 26، شلاتين 36، 26، وأخيرا حلايب 34، 26. حاولنا نطمن حضراتكم على حالة الجو النهارده، نتمنى منكم إن احنا نتوخى الحظر خلال ساعات النهار مع ذروة أشعة الشمس. هنرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا.